البلاستيك هذين هما اللي خلاو البر. كمل الغزل وكمل الكيس، الكيس اللي جهر البحر وكما سطع الكورمشة والقرنح ثيروفة والتروشوفات الكل مسحوهم بالكيس. احنا هل طوالي باش ماشي يعيش فيها خالية. هي دبوس البلاستيك ترميها في البحر تلوث البلاصة اللي فيها. خليني تقول البعض البحار لما فماش عنده 5000 درينة بلاستيك. والقرنيطة دوبة تتولد باهي سيدي تعمل مسترطان اللي تعمل 200 جرام الكل يدخل للدرينة يقيموه مال الدرين ويمشي يديوه يبيعوها وكلا هذا يراه. احنا في دسرة احنا بحفلحتنا البحر البحر نتاع على روحه ما عاد. اما ولا ها اشكون ولا صفر علينا ولا يجينا ما احنا ما يجينا حتى حدرة. لو كان هذا اللي ما يفكر فينا في الحلفة بارك الله فيه يجعله يعيش على الأقل يعملوا لنا حتى مور رزق فيها الحلفة ولا في حاجة. ها ماكم انتم عندكم مسؤولية ومع الحاكم وكل شيء تكلم علينا على الأقل الحير وهالبلاد على الأقل شوية هكا هو. البلاستيك الفوكونتي توا في قرقنا بالنسبة لينا صافي على الأقل 15 هما اللي تغا. وقبل البلاستيك فما الجرياج كانوا يعملوا الكادر هذا يعملوا بلاستيك والقلب هذا كانوا يعملوا جرياج يصنعوه بيديهم بعد يغطسوه في الدهن وباش يشد اكثر توا. وقبل كانوا يطلعوه درينا يطلعوها علاش يطلعوها من البحر خاطر سونتو بليجي باش يبدلوا القلب قلب يموت يعرفوه يموت دونك يطلع الدرينا باش يبدلها القلب. توا خلقوا مول صنعوا مول سبيسيال المول هذايا تباع ب 35 مليون يصب القلب بلاستيك ديريكت. حاضر هذه معناها اذا مش تحسبها حسابيا هذه تكلف برشا هذه تفوت 300 دينار بلاستيك اه البلاستيك اون جينيرال تكلف 10000. أنا هذه تو كيف واحد طالب معناتها كمية كبيرة أو كان طايح له حتى 50-60 دينار هو تو أولاده تعلموا البحر ولا هما يبحروا من المفروض هو يحضر لهم الشباك يحضر لهم الدرام يحضر لهم كل شيء في البر هذاك هو الطريقة نتاع السيستم تاعك باش تخدموا تو سي تو ولاو قاعدين يخدموا في الارتيزان كل 15 يوم يجي واحد يعمل كولكت الناس كل كا يخلصهم ويز يمشي يعمل اكسبور هكا واحنا تو نخدموا مع فرنسا هكا احنا لهنا قرقنا لهنا التوجيه الشرقيه رحنا معروفين بالفيست تراديسيونيل تو غاط علينا الطرق هذه لين البحارة اللي هنا سونت اوبليجي باش يخدم كيفك البحارة نتاع المنطقة هذه قال لك طبق القانون احنا أول الناس نمشي معاك هذا نقضيو تقول البحار خير من القاري معناها تلقاه مصور خير اعتبدار ومعرس واموره واضحه تو ما بقاش فيه البحر قتلوه بنيتي البحر ما بقاش فيه والبحر باهي سابقا ما حتى تو بدا تو باش يقتلوا هالكيس بنيتي ملي صار هالكيس الكيس مش يقتل البحر صار قرب لنا صار مش يوصل لنا حتى للشط. عندنا ثروه سمكيه مهوله وتعيش اجيال اجيال اجيالنا معناها احنا كبرنا صحيح كما تحكي مرسل محمد احنا كبرنا لكن وقت لكن احنا نخدموا في اثر وهذه كنا محافظين عليها لذلالين لكن الناس نصطادوا فيها بالصيد العشوائي كنا نحافظوا عليها لذلالين. قبل 15 مايو احنا نبطلوا لا نخدموا بالسيد التقليدي نبطل خاطر القرنطة الخشان احنا نصطادوها بالحجرة الحجرة ما تقيمش قرنطة 5 كيلو 6 كيلو تقيم القرنطة 4 كيلو 3 كيلو 3 كيلو ونص تلزم القرنطة الحجرة كبيرة تلزم اما قرنطة 6 كيلو 7 كيلو هذيك تمشي تفرخ على روحها تسافر تمشي تفرخ على روحها فهمت تو بالدراين
هي تقدم والدرين يسبوها قدام. Notre association a entamé une étude pour faire l'état du lieu, la répartition des nasses en plastique sur toute l'île de Kerkennah et comment valoriser les déchets de ces nasses. Les problèmes des nasses en plastique, on a la perte de biomasse, on a les prises accessoires, perte liée au crabe bleu, la pollution, bien sûr, surexploitation. راهو 90% من البحارة ما يغزروش للدرينات، قطع الطيش كيما دبس البلاستيك تشرب كما الطيش. قلنا مش نخدموا برشا على الاسبخيم تاع البحر انه مش يخرج درين بلاستيك، سوا فما ريكومبونساسيون معناتها مش يعوضولو، سوا نشوفو كيفاش مش يلقاو حد في الموضوع هذايا. ثاني حاجة لو ريسيكلاج كيفاش مش يصير، هو اللي مازال هماش قالوا تو مادام حبوش يرجعوها زون اندستريال، حبوا عنا المجمع نتاع مليتا، مشينا وشفنا كل شيء وقلنا نعملوا هنا باش تصير الريسكلا نتاعهم منهم، او موا يخرجوا دي غران يمشي غرانيولار ستيكس. ما زلنا المشكلة المان دوفر ما عادش موجود نتاع الدرينا العرجون قليل الموقع نتاع المان دوفر توا احنا هذيا مشكلتنا توا ديجا احنا اللي اقترحناه في درينا 2.0 في المينيستير دو لانفيرونمون انو نعملو كونستركسيون نتاع دي سونتر دو فورماسيون توا باش نلعبو على الاسبخيم تاع الصغار هذا هو بالحق لازمك نعملوه لازمنا اول حاجه نعاونوا البحار زيدا ما عندو سيكوريتي سوسيال زيدا ما قالش به ربي درين بلاستيك تشد لك قرنيطه درين تحديد تشد لك ثلاثه نجم تشد لك اربعه عادي جدا ودرين البلاستيك ما تاخذش شوالي كيما ياخذ كيما تاخذ درين الحديد تاخذش حوت كيما ياخذ تاخذ درين الحديد اما كيما قلت لك المشكله ديما تقعد ان هي هيدا درين الحديد غاليه هكا هذاك علاش البلاستيك ما يتنحاش وكل عام العباد البحاره تزيد بلاستيك كل عام راهي تزيد السنه خدم ب 2000 العام الجاي خدم لك 3000 بالنسبه للبحار اذا ما يدعموش صحيح اذا ما يدعموش الدوله ما ينجم يعمل حتى شيء ما ينجمش لو يكون هو يخدم ب 4000 درينه بلاستيك مش يسبح ياخذ كيما نقولوها 200 درينه ولا 300 درينه حديد ما يقابلوش احسن ما يخلصوش هو اصلا ما يخلصوش لازم ياخذ شويه لازم الدوله تعطيه دعم باش ينجم يخدم كما كان يخدم قبل. لو فما احنا بالنسبه لليانا كما قلت لك الحل الوحيد اللي معناها البحار باش نشجعوا نخدم له انا السلعه نخدم له الدرين وما يخلصش معناها خاطر ما ينجمش يشري هو ما ينجمش نعطيه نصبر عليه ويخدم هو يخلص باش ينجم باش انا نجم نشجعه باش ينجم يعمل الدرين الحديد في غرفة البلاستيك. خرشير خدينا باش الدرينه كي تطلع من البحر تغسل بالماء الحلو باش تعيش ازيد وتبقى معناها ديما شاده روحها الدرين. هذاك من انا من الحاجات المهمه بالنسبه للدرينه. كباحثين من المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار نعرفوا الخطر اللي يمثلوا التلوث البلاستيكي هذيك عليه التلوث البلاستيكي اللي هو يمشي للبحر هذيك سي اون بوليسيون ديناميك هذيك علاش قاعدين نستعملوا في تكنولوجيات ونعملوا في دراسات على التيارات المائيه التحركات نتاعها باش pour identifier les zones d'accumulation نتاع البوليسيون بلاستيك هذه في نفس الوقت قمنا نحن كباحثين بعديد الحملات التحسيسية وقمنا بعديد الحملات بتنظيف الشواطئ باش نحسوا العباد بالقيمة متاحة وعنا برامج أخرى باش نكملوا نعملوها
وفي إطار مشروع البحث الأوروبي كليم H2020 فما قاعدين نقوموا مع بعضنا في la création ou des nouvelles technologies pour diminuer la pollution plastique flottant معناها الماكروبلاستيك والا الميكروبلاستيك مع مراعاة الايكوسيستيم معناها مش باش نحو البلاستيك ونهلكو زيادة الطبيعة.